لا لا كنقولها دابا انا قدام النظاره كيرا ما عرض عليه حتى شي واحد، ما قال لي حتى شي واحد اجي. معلوم الحمد لله انا دائما سباق الخير، انا كندير الخير بلا ما نقولوا الحمد لله. شوف ديك البركه اللي كيجيب الله كنقسموها ما بين العائله وانا والمساكين صراحه. هي ديما كان شوف حنا كفنانه، شوف حنا كفنانه مشينا معروضين باش نديو واحد الواجب ديالنا، نغنيو ونشوف حالنا ونتخلصوا بكل صراحه. صراحه هي هذه. اما اللي وقع بينات هذاك الشيء كيهمهم هما، السيده فرحانه براسها وبالاصدقاء ديالها، ولا ما حنا ما كيهمناش. حنا جينا دخلنا للدار ديال السيده احتفلنا معها بالمناسبه اللي دايره، اما باش نلقب على ان عرضت على هذا هذا كذا كذا وهذو شطحوا هذو مقزبين وكذا كذا. ماشي السيده في دارها كتمشي في الزنقه، الله يعاون هاد براسها. الحضور ديالي بحال اي فنان جينا نشاركوا في هذه المناسبه ديال هذا الشاب هذا، وراه كاين ماشي هو، كاين شباب اخرين تا هما بعدك في هذه الحاله هذه، ويعني اكثر واكثر الانسان خصو يعاون. انت وانا كان نداء للفنان كله يعاون بحال هذه المسائل هذه الاجتماعيه، والانسان مريض وعيان وديكابي ولا افوكل ما كيشوف شاين او وبزاف كاين عندهم امراض اخرى كاع. Thank you.